بدأت رحلتنا منذ قرابة 3 عقود، مؤمنون بأن الدرب طويل، حلمنا أن نحقق المعادلة، تعليم عصري، هوية وطنية، قيم إسلامية. بدأ ثمار غرسنا تنمو وتزدهر بأكبر مجمع تعليمي خاص في قطر على مساحة تتجاوز 122,000 متر مربع. نمضي في تحقيق غاياتنا ونطبق رؤيتنا في 5 صروح تعليمية شاملة تلبي الاحتياجات التعليمية لكافة المراحل المختلفة للجنسين، سواء من خلال المدارس التي تتبع المنهج الوطني أو من خلال المدرسة الدولية التي تتبع المنهج الأمريكي. وتقدم أيضا بجانب التدريس مجمعا سكنيا متكاملا لخدمة تلك المرافق التعليمية. يقدم مجمع الأندلس التعليمي خدمات تعليمية متكاملة تبني العقول والأجساد وتؤسس جيلا صاعدا يقود قاطرة الأوطان، وتشمل بيئة تعليمية جذابة توفر معايير الأمن والصحة والسلامة، مرافق وملاعب رياضية مميزة، قاعات رسم لتنمية المواهب الفنية، مسرح لتعزيز التذوق الفني للطلاب، مختبرات علمية لنصنع نهضتنا العلمية، أحدث الوسائل التقنية في التعليم، أسطول حافلات يغطي معظم مناطق دولة قطر، مجمع سكني مميز على بعد أمتار من المدارس، وصروحنا التي نعتز بها هي روضة ومدرسة الأندلس الابتدائية الإعدادية الثانوية الخاصة للبنات، مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، مدرسة الأندلس الإعدادية الثانوية الخاصة للبنين، روضة أكاديمية الكون العالمية، مجمع الأندلس السكني. رحلة التفوق خرجت مدارس الأندلس أوائل الثانوية العامة، أبناؤها يتقلدون أرفع المناصب اليوم، يقودون عملية التنمية، يعكسون القيم التي تربوا عليها. لماذا الأندلس؟ كادر تعليمي مدرب على أحدث الأساليب التعليمية من أجل تحصيل علمي متفوق، استراتيجيات تدريس حديثة، المنهج التعليمي القطري الحائز على مراكز متقدمة في جودة التعليم، تدريس اللغات الأجنبية بطرق مبتكرة تمكن الطالب من التواصل والتعبير عن أفكاره باللغات العالمية، تعليم باستخدام العنصر الرقمي والتقني من الطراز الأول، نظام القسائم للطلاب القطريين، تعليم عصري وقيم دينية قويمة، برامج لرعاية الموهوبين، سهولة ويسر في الانتقال عبر حافلات حديثة. نتبنى الرؤية الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، نعمل على توفير برامج لرعاية المواهب وتعزيز المهارات وربط الطلاب بالعالم الخارجي وفق شعائر ديننا الحنيف وقيمنا الأصيلة. اضمن مستقبلاً تعليمياً وعملياً ناجحاً لأبنائك من خلال الالتحاق بمجمع مدارس الأندلس. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.